أولا الإجراءات التي تتخذها الجامعة لفصل الطلاب المشاغبين، الجامعة لديها الأدلة صوت وصورة على ذلك، ومع كل القرار الذي اتخذته الجامعة يقبل الطعن أمام القضاء وأمام مجالس التأديب، ونحن إذا صدر لهم حكم قضائي سوف ينفذ، لأننا نحترم القضاء ولسنا كهم ممن يهينون القضاء ويهينون مؤسسات الدولة. هؤلاء طلاب تركوا كراساتهم وأقلامهم وأمسكوا بالسكاكين والقنابل لإثارة العنف والإرهاب ضد المؤسسة الجامعة وضد مؤسسات الدولة. لن يقابلوا إلا بمثل هذه الإجراءات، ونحن نعد هؤلاء الطلاب أن نفصلهم جميعا ولا نستبقي منهم أحداً.